فنية توقعاتك؟ توقعاتي تعادل. حلو. طيب. إيجابي ولا؟ إيجابي. تعادل إيجابي. أنت شو متوقع؟ نظرة خبير. أنا فوز الهلال إن شاء الله. 2-0 إن شاء الله. 2-0 في اليابان؟ إي لا عزيز عزيز, عزيز دقيقة عزيز بقول نقطة. أنا رابع لعبت في اليابان في نفس الملعب. عزيز الفريق الياباني وشفته أنتم. ترى مو الفريق اللي يضغط عليك. مو الفريق الخطر، فريق كل واحد يسوي اللي عليه. ها مثل الكمبيوتر ويخليك تلعب. يعني الهلال واذكر كلامي راح يحصل على فرص